نشرع جولتنا في قراءة أبرز عناوين الصحف الآسيوية الصادرة اليوم من الصين، حيث كتبت صحيفة جلوبال تايمز أنه بعد حوالي 3 ساعات من التصويت وفرز الأصوات، حصل وزير الأمن السابق جون لي، وهو أيضا المرشح الوحيد في انتخابات الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ، على 99.16% من الأصوات الداعمة ليصبح الزعيم الجديد. وفي كوريا الجنوبية، أفادت The Korea Times أن المرشحين الرئاسيين السابقين لي جيم يونغ وأن تشول سو أعلنا يوم الأحد عن سعيهما للحصول على مقعدين في البرلمان في الانتخابات الفرعية التي ستجري في فاتح يونيو، مما حول الحدث إلى واحدة من الرهانات السياسية الكبيرة المحتملة. وفي الهند، ذكرت هندوستان تايمز أنه بسبب موجة الحر التي تجتاح العاصمة الهندية، اتخذت المدارس تدابير للتخفيف من آثار ارتفاع الحرارة، بما في ذلك مراجعة جداول المدارس وتقييد الأنشطة الخارجية. وفي ماليزيا، كتبت صحيفة مالي ميل أن الاتحاد الماليزي لرابطة مزارعي الخضار قد عرض على الحكومة تقديم منح نقدية للتخفيف من ارتفاع تكاليف التشغيل. وأبرزت اليومية أن مستشار الاتحاد تان سوتيوك ذكر أن الاتحاد يضم حوالي 6000 عضو في جميع أنحاء البلاد، مضيفا أن الكثيرين قد يتوقفون عن العمل بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات.